لقد كبلونا بالحديد وحسبهم كف الدعاء يجود ليل نهاري ورميت وهولاه في سجن اللعنة ورموا بزوجي خلف دار جداري قد رن في أذني بكاء أحبتي خمسا من الأطفال في الأسحار باتوا بلا أم وغيب والد وغدوا كأيتام فيا للعاري كشفوا عن الوجه الحي غطاءه وظهرت في الإعلام دون ستار ورميت بالجرم الذي لم أقترف وكذاك زوجي زج دون حوار قد أطلق الفجار إفكا فاحشا أواه من ذا آخذ بالثار يرمون عرضا طاهرا بهرائهم حقد تبدى دون ما أستار يا الله علام بصدق براءته فيما أبنت وعالم أسراري مثل الشهامة كان زوجي محسنا في قومه من خيرة الأخيار قد ألجم الهم الكئيب مناطقي وارتج قلبي وانطوى مشواري باب الإله وقد طرقت فبابه لمغيبي أمل بفكي ساري ثم التجأت إلى بني قومي ففي قلبي من الآمال كالأمطار هيا اسمعوا صوتا بريئا قد ثوى في السجن بين براثن الكفار ارموا سهام الليل لله الذي ينجيه فهو مقدر الأقدار لأحبتي أهدي دماء مدامعي فدمي على الوجنات دمع جاري فأحبتي يعرف بصدق أخوة وأحبتي هم نصرة الأحرار يا كل من نطق الشهادة مسلما بالله شد العزم في إصرار أمراءنا وزراءنا كبراءنا أمراءنا وزراءنا كبراءنا الخطب أعظم من أنين هزاري أشكو إليكم حرقتي وتوجدي خوفي وآلامي ورعب دثاري ما رد مظلوم بساحة عدلكم أو ذل صاحب عزة بقراري بنيان أمتنا يشد قوامه يا صرخة المظلوم صوتك عاري يوما سيشرق بالبراءة سانحا وسترجع الأطيار للأوكار يوما سترجع يا أبا تركي لنا ويرد كيد كائد ببواري ثم الصلاة على النبي وآله خير البرية سيد الأخيار.